السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. كنت في فيديو سابق تحدثت عن بطاقة 49 يورو، وأنه صارت حاليا مقابل 39 يورو فيك تحصل عليها في ولاية شمال غرب الراين. بس طبعا هذا الحكي مش لكل الناس، وإنما لبعض الفئات المخصصة، بمعنى إذا كنت على السوسيال، أو إذا كنت تأخذ البرجر كيلد، أو على الجوب سنتر، أو إذا كنت من مصابي الحرب، أو إذا كنت تأخذ على إعانات السكن أو الفونجيل. إذا كنت أحد هاي الشخصيات الأربعة فأنت بإمكانك تحصل على بطاقة 49 مقابل 39 يورو. بس حتى تحصل على هذا الخصم يعني لازم في خطوة تقوم فيها أنت. فهاي الخطوة أنك أول شيء بدك تقدم الأنتراج، هذا بدك تقدم هذا الأنتراج تعبيه وتروح فيه على أحد المكاتب اللي بيبيع التكتات، وتعطيه هذا الأنتراج مع شهادة إثبات أنك أو استحقاق أنك أحد الأشخاص السابقين اللي قلناهم أول شيء، أنك تحصل على البرجر جيلد، أو تحصل على البون جيلد، أو تحصل على مساعدات السوسيال، أو تحصل على إعانات المصابين خلال الحرب. فساعدته هو الزلمة بيعمل لك خصم للبطاقة. طيب، في أحد الأشخاص أو أحد الأصدقاء قال لي إنه ما عرف شيء يعبي، فقلت خليني أعبي قدامكم. طيب، هون بقول لك بيتا فون زي اوس في تراكس بيكين، يعني انت امتى بدك تبلش البطاقه؟ لنفرض انك تشتريها شهر 12، ففينا نقول له شهر 12. طيب شهر 12 للاسف راح ما فيناش، فبدنا نقول له من واحد واحد يعني. بعدين بيرزونش داتن، هون المعلومات الشخصيه. طيب هون ليش ليشت او الريده الجنس، يعني في تختار اختيار من ليش. طيب فور نام الاسم الاول، يعني خلينا نحطه هون، ونقول مثلا عبد الله. عبد الله، بعدين الاسم الاخير قال هون تايتل. التايتل مش ضروري، اللي معني هوش نجمة فهذا مش ضروري، ففيك تتجاوزه. بعدين بتروح التاريخ الميلاد، لازم تعبيه هذا لانه حاطين عليه نجمة، ولازم طبعا تاريخ الميلاد يتطابق مع تاريخ الميلاد الموجود على الوثائق او الشهادة اللي راح تاخذها انت على المكتب، يعني شهادة استحقاق البرجر جيلد، او شهادة استحقاق الفون جيلد الى ذلك. طيب بعدين بوست لايف ستايل، الرمز البريدي عبارة عن 5 ارقام. بعدين الاورت اللي انت عايش فيها. طيب نفرض نكتب الاورت مثلا، بعدين بس اكتب الاورت انت او الرمز البريدي وطلع لك الاورت مباشرة. طيب هون ون هاف تو باي، هو حاطط لك هاي ما عليهاش نجمة، ففي فيك تتجاوز يعني. يقول لك دي ان هالت فيلدز. طيب اذا ترجمناها والله سيتم اضافة محتويات الحلقة اللي نعلمكم مسبوقا به، يعني في حال انت كنت ساكن عند حدا. خلينا ننزل تحت شوي. طيب بقول لك شتراسه، يعني اسم الشارع اللي انت عايش فيه، بعدين رقم المنزل، بعدين اللاند. اللاند طبعا بتوقع بس المانيا، لا حاطين لك اللاند كانه اللاند المكان اللي انت منه، يعني مش المكان اللي انت عايش فيه، وانما الجنسيه. على سبيل المثال انت من سوريا، يمكن فيك تدور على سوريا. هاي سوريا، خلينا ننزل تحت. طيب الايميل اجباري لازم تحطه، بعدين لازم تحدد هل انت مستخدم التيكت او راح تشتريها لواحد ثاني. بس تحدد لواحد ثاني، فلازم تحدد له بيانات كمان، يعني لازم تكتب له الاسم الاول والاخير، او الجنس اول شيء، بعدين الاسم الاول، بعدين الاسم الاخير، بعدين تاريخ الميلاد، كمان المكان اللي عايش فيه، يعني نفس التفاصيل اللي حطيتها لك لازم ترجع تحطها للشخص الثاني اذا كنت بدك تشتري له اياها. طيب هاي الاثبات اللي بدك ترفعه، كاتب لك اياه هون. هون بقول لك يجب ان يكون اثبات الاهليه ساري مرغون في بدايه العقد. على سبيل المثال اذا طلبت تذكره اجتماعيه لالمانيا في اول من يناير، فيجب عليك تحميل اثبات الاهليه هنا، ويكون صالحا في الاول من يناير. يعني على سبيل المثال تبعت الجوب سنتر بعطوك اياها احيانا مثلا لشهر 5 2024، فبتكون صالحه هاي. لكن لنفرض انها تنتهي في شهر 12، فساعتها ما راح تكون صالحه، او بشهر واحد كمان نفس الشيء، يعني لازم تكون صالحه لبعد شهر واحد. طيب هم بقول لك انه كولن باس على سبيل المثال، هي شكله. طيب صراحة ما عنديش كولن باس. كولن باس يعني بالنسبة للناس اللي عايشين في كولن يعني. طبعا اثبات الاهلية سائل المفعول، حتى لازم تدخل امتى بنتهي شو اسمه اثبات الاهلية، يعني قرار جوب سنتر او قرار السوسيال. طيب بيانات الدفع، بعدين لازم تحط رقم الحساب المصرفي، بس تحط رقم الحساب المصرفي. لحظة شوي بس خليني اترجم هاي صراحة. دوتش الايبان هو عبارة عن 14 رقم، ماشي؟ انت بس تحط الايبان كمثال، اي ايبان حطيته. ليش رحنا هون احنا مش عارف. طيب حسبت على يوتيوب، بس تحط
الايبان هون المفروض لحاله الموقع يطلع لك البي اي سي والكريدت انستيتيوت، بمعنى البي اي سي هذا الرقم المرجعي والمؤسسه اللي انت الماليه اللي انت تابع لها. لنفرض انه ما طلع لك شيء ياهن، فانت في بدك تكتب كتابه صراحه. هذول الشغلات بيكون موجودات على بطاقه البنك يعني. فاذا كنت على سبيل المثال بي اي سي شبار كاسا كول، كل البطاقات تبعت شبار كاسا كول بكون نفس البي اي سي، يعني بكون نفس الشيء. كوز اس تي 33 3 اكسات، هذا بالنسبه لكل البطاقات تبعت شبار كاسا كول. لنفرض ان انت ببنك ثاني كمان نفس الشيء، يعني كل فروع البنك اللي حامله نفس الاسم بيكون البي اي سي نفس الشيء، بيكون البي اي سي واحد. كمان الكريدت انستيتيوت يعني اسم البنك، يعني مثل ما مكتوب شبار كاسا كول او شبار كاسا بون او غير ذلك من الاسماء، بس هي شغله تكون موجوده في البطاقه يعني نفسها، يعني البطاقه تبعت شبار كاسا اللي موجوده معك المفروض تكون موجوده كل هاي البيانات. طيب بعدين نقول باتر سور بس طبعا هسه راح يزعل لاني ما حطيتش كل البيانات صراحه، فلازم تعبي كل البيانات بعدين تعمل له طباعه. نفرض انه مش هيش الحال يعني، فيش تعمل له طباعه بدون ما تفهم، بس انت فيك يعني انه تنزل له البيانات. لنفرض انك حطيت بيانات خاطئه بعدين تشخط عليهم ترجع تكتبهم كتابه، يعني بيمشي الحال بتوقع صراحه. طيب بديش اطول الفيديو اكثر من هيك، القصد انه البيانات المطلوبه المفروض انها كلياتها تكون في حوزتك، يعني اذا كان عندك بطاقه بنك او اذا انت اصلا بدك بطاقه 49 فالمفروض يكون عندك اساسا بطاقه بنك حتى تقدر تستعملها، لانه مثل ما قلت لكم البطاقه بس حصريا عن طريق اللاست شيفت او السحب اللاحق، يعني ما فيكش تشتريها مباشره، وانما لازم تحط البيانات ويدفعوا لك هم او هم يسحبوا بعدين. طيب طولت الفيديو، خلينا نوقف الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه.